أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ فمن رحمة أرحم الراحمين أن جاءت الآيات لتقرر في مسألة الرضاع. فالقرآن قل الشيء إلا وذكره فيما يتعلق بهذه القضايا، لقضايا الدعاوى على النبي صلى الله عليه وسلم. قال: وأحل الله البيع وحرم الربا، لأنه هو الذي يملك هذا الحق. وفي سورة براءة فضح للمنافقين بخطاب عجيب: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه من دعا بدعوته واختفى أثره وسار على نهجه إلى يوم الدين. لا يزال الحديث متصلا وموصولا بما انقطع حول هذه السورة، سورة الأحزاب، أو قلنا سورة وحدة التلقي، أو سورة ما للنبي أو ما على النبي وما على صلى الله عليه وسلم. كان الحديث فيما مضى حول قول الله عز وجل: ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه. وتوقفنا عند قوله سبحانه وتعالى: وما جعل أزواجكم، وما جعل الله لرجل من قلبين، ثم قال الله عز وجل في ثناياها: وما جعل أزواجكم اللائي تظاهرون منهن أمهاتكم، وما جعل أدعياءكم أبناءكم، ذلكم قولكم بأفواهكم، والله يقول الحق وهو يهدي السبيل. وهذا في قوله سبحانه وتعالى بدت الآيات تبين شيئا أو مقدمات لما سيكون منه وفيه شغب الكافرين والمنافقين، وخاصة المنافقين. فجاء بمسألة الظهار، ومسألة الظهار وإن كانت جاءت في هذه الآية: ما جعل الله وما جعل أزواجكم اللائي تظاهرون منهن، هذه أمر مستقر، كانت هذه المسألة محرمة وشرعت وجاءت كما في المجادلة، في سورة المجادلة، فانتهى هذا الموضوع، عبطل في المجادلة وقبل نزول الأحزاب. ولكن المقصود هنا عند مجيء هذا المثال تمثيل به لما سيأتي في مسألة الأدعياء والأبناء وزوجات الأدعياء. أولا، هؤلاء الأدعياء ليسوا أبناء المتبنين، وكذلك ما يصدر من الأحكام عند حسبهم أو اعتبارهم من الأبناء. فإذا جاءت مسألة الظهار أوردت هنا وجاءت كمثال، ولكنها سبق تحريمها في سورة المجادلة. إذن المقصود إبطال التبني قياسا بما سبق، وكأن الآية تشير إلى أن الظهار للأم ظهار، وجعل الأم وجعل الزوجة كأنها الأم، فيقول قائلهم: أنت عليك ظهر أمي، فكأنه قلبها من زوجها إلى أم، وهذا ما يمكن، وهذا صنيع، وهذا قول بأفواهكم لا أصل له، وهو من صنيع أيديكم. ومما يؤكد ذلك الإسحاب والإطالة في حكم زوجة المتبنى وعدم الإطالة في الظهار، يعني يؤكد مسألة أن حكم الظهار قد جاء، إنما جاء به كمثال إلى أنكم كان عندكم أحكام وكان عندكم تشريعات وأمور لا أساس لها من الصحة، فمن ضمنها ذاك، ثم يأتي بعد ذلك التبني. وزيد رضي الله عنه، طبعا النبي صلى الله عليه وسلم، زيد اشترى زيد من مكة، اشتراه حكيم بن حزام
اشتراه ثم أهداه لخديجة، وخديجة أهدته للنبي صلى الله عليه وسلم وبقي عند النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا هو أصلا زيد كان من قبيلة بني كلب، ولكن حصلت إغارة على هذه القبيلة، وكان والده متوفى، وكان عند جده، كان زيد وجبلة إخوان كانوا صغار، فحصلت إغارة فأغير فأخذ وبيع في مكة، ولذلك كان جده يبحث عنه إلى أن علم أنه في مكة. كان يقول: بكيت على زيد وما أدري ما فعل، أحي فيرجى أم قد جاء دونه الأجل؟ يعني يقول إلى أن جاءه الخبر أنه في مكة، ثم جاء إلى مكة وعلم أنه عند النبي صلى الله عليه وسلم. ثم لما قال النبي صلى الله عليه وسلم وطلبوا أرادوا أن يعطوا الفداء مقابل فكه من الرق، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: دونكم إياه إن اختاركم. فاختار النبي صلى الله عليه وسلم، فنادى النبي صلى الله عليه وسلم إن يعني نادى أن زيدا هو ابن محمد. وهذه كانت معروفة في هذه العادة، كانت معروفة عند العرب في الجاهلية، فصاروا يسمونه زيد ابن محمد، زيد ابن محمد. وهو رضي الله عنه عاش وتوفي وعمره 55 سنة، هو الذي سيرد عليه ترد عليه القصة في هذه السورة. قال الله عز وجل: ذلكم قولكم، أي في ما جعل أدعياءكم أبناءكم، وكذلك الظهار، ذلكم قولكم بأفواهكم. وعندما يقول الله قال قولكم بأفواهكم، أنه قول مصنوع وليس قولا حقيقيا، قولكم بأفواهكم، يعني أنه ليس له حقيقة ورصيد في الواقع. وهذا يدل على تأكيد بطلانه، تأكيد بطلان هذا القول، مثل ما قال الله سبحانه وتعالى: تقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم. وأن يفاد بأفواهكم أنه قول لا يتجاوز الأفواه وليس له وجود في الواقع. والله هنا قال الله عز وجل: أنتم تقولون ذلكم قولكم بأفواهكم والله يقول الحق. تقولون والله يقول الحق وهو يهدي السبيل سبحانه. إذن تقولون ويقول الله، فأيهم نقدم؟ وقولكم لا يهدي السبيل، وقولكم عاري عن الصحة، بل هو مجرد قول بالأفواه. إذن تقولون بأفواهكم، ثم قال والله يقول الحق. والله يقول الحق أي قوله هو الحق والصدق، وليس حقا فحسب، بل ويهدي السبيل، يهدي للتي هي أقوم. فأيهما يقدم، قولكم أم قول الله عز وجل؟ وهذا كذا ينبغي أن تكون حال المؤمن، حال المؤمن إذا قضى الله ورسوله أمرا، أن يكون قول الله وأمر الله ومراد الله مقدم على قوله ومراده ومحبوبه، فلا أمر ولا قول بعد قول الله عز وجل. ثم قال سبحانه وتعالى بعد ذلك: ادعوهم لآبائهم. والإطالة كما قلت أطالت في حكم الابن المتبنى. ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله، ادعوهم لآبائهم، فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم، وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم وكان الله غفورا رحيما. إذن استثناء أو هذه بداية واستئناف للشروع في المقصود من الآية، يعني هذه المقدمات هنا بدأ الشروع في هذا لإبطال التبني. قال الله عز وجل: هو أقسط عند الله، كأن سائل يسأل فيقول: لماذا ندعوهم لآبائهم؟ فيقول ونحن، فقال أقسط عند الله. أقسط لأن عدم ندائهم بآبائهم قد يكون في تضييع لأنسابهم، أو نسبتهم لغيرهم أيضا يضيع نسبهم. فإن لم تعلموا، طيب قد يقول قائل: لا نعلم آباءهم، فقال الله عز وجل: فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم. وهذا معنى دقيق جمع بين
تأكيد التشريع لتحريم هذا الأمر وعدم التساهل فيه مهما كانت الحال، وبين الطريق الصحيح فيه. طبعا يخرج من النهي في هذا، يعني إذا قلت للشخص من باب التعظيم أنت والد أو أنت كوالد أو أنا ابنك، هذا لا يدخل معنا في هذا. فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم، وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به. يعني الله عز وجل، لأن الألسن اعتادت على التسمية هذه فقد تخطئ، لأن كان غير النبي صلى الله عليه وسلم، كثير من العرب أيضا كانوا لهم متبنين فكانوا ينادون باسمهم فيخطئ، مثل سالم مولى أبي حذيفة كان يقال سالم بن حذيفة وغيرهم من. فجاءت هذه الرخصة لمن أخطأ واعتاد اللسان، لكن العم المشكلة في تعمد القلب، وهذا يدلكم يا أخوان على خطورة مسألة القلب وتعمده، وأن القلب له فعل، وأخطر شيء أن الإنسان يتعمد هذا الشيء بفعله وبقلبه. جاء في الحديث: من انتسب إلى غير أبيه، وهذه خطيرة، من انتسب إلى غير أبيه فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل منه الله صرفا ولا عدلا. من انتسب إلى غير أبيه فعليه نعمة الله والملائكة والناس، لا يقبل الله. ولذلك خطورة، يعني بعض الأحيان الإنسان أن ينتسب إلى غير أبيه أو يدعي إلى غير مواليه. قال الله عز وجل: النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم. هنا النبي صلى الله عليه وسلم في الآية: النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض. يعني هنا في الآية، يعني يقول أهل العلم، يعني إن إذا طبعا إذا لم يكن هو أب لزيد، فما علاقة أهل الإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم؟ فجاءت الآية لتبين مكانة النبي صلى الله عليه وسلم. هو أولى من أنفسهم، هو أولى بالمؤمنين من أنفسهم، هو أقرب بل هو أحب إليهم من أنفسهم. إذن العلاقة ما انقطعت بالنبي صلى الله عليه وسلم، العلاقة حب، بل تفاني في هذا الحب، بل هو أولى بنا من أنفسنا. لماذا؟ لأن أنفسنا تدعونا إلى الهلاك، وهو صلى الله عليه وسلم يدعونا إلى النجاة، كما في الحديث: إني آخذ بحجزكم، يقول صلى الله عليه وسلم: إني آخذ بحجزكم عن النار وأنتم تتقحمون فيها. وهو بالمؤمنين عليه الصلاة والسلام رؤوف الرحيم. إذن ما سبق، ما جعل الأدعياء، وهذا باطل وقد يثير سؤال في نفوس المسلمين أو المؤمنين، ما صلتهم بالنبي صلى الله عليه وسلم؟ فجاءت هذه الآية: أولى بالمؤمنين. ولذلك عمر رضي الله عنه لما قال: إنك أحب يا رسول الله لي من كل شيء إلا من نفسي، قال: لا يا عمر لا. فقال: والله إنك بعدها أحب إلي حتى من نفسي. قال: الآن يا عمر، الآن يا عمر، الآن. ولذلك قلنا، الله عز وجل قل: إن كان آباؤكم وأبناؤكم، ذكر الأصناف كلها، الأموال والأبناء والعشيرة والأموال اللي اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا. فينبغي أن يكون حب الله وحب الرسول أحب لك حتى من نفسك وولدك والناس أجمعين. ينبغي أن تكون هذه عقيدة يعتقدها المؤمن، فعلاقة بالنبي صلى الله عليه وسلم أشد العلاقة، وهو صلى الله عليه وسلم نفديه بآبائنا وأمهاتنا وأنفسنا صلى الله عليه وسلم. وأزواجه عليه الصلاة والسلام هما أمهات لنا أيضا، ليس النبي بل حتى أزواجه لهن حقوق، فجاء في هذه الآية في بيان هذه الحقوق. طيب، ثم قال سبحانه وتعالى أيضا، بين حكما آخر، بين حكما آخر فقال سبحانه: وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله من المؤمنين والمهاجرين. انتبهوا للآية، أرجو أن تلتفتوا لها، أرجو أن تلتفتوا للآية، وأنا أنظر فيها الآن في المصحف، في الآية التاسعة أو السادسة: النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم
وأولي الأرحام بعضهم أولى ببعض. هنا في قوله وأولي الأرحام هذه أيضا جاءت لتنسخ حكم كان يعني أيضا أبطل حكم التبني، وكذلك أبطل حكم المؤاخاة. كانوا في أول الإسلام لما هاجر من هاجر من المدينة من مكة إلى المدينة آخى النبي صلى الله عليه وسلم بين المهاجرين والأنصار، وكانت هذه الأخوة فيما فيها التوارث، فجاءت هذه الآية لتنسخ هذا الحكم. وكما قلت نحن في السنة الخامسة وهذه كانت في الأول، فنسخ هذا الحكم فقال الله عز وجل وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله. والمراد بكتاب الله وأولو الأرحام يعني الذين يرثون الوارثين في كتاب الله في آيات المواريث، لأن آيات المواريث نزل فيها يوصيكم الله في أولادكم ونزلت غيرها من آيات الفروض المقدرة في كتاب الله عز وجل. لكن في إشكال بالآية، تأملوا، بودي واحد منكم يخرج يعني شيء غامض عليه في الآية من المؤمنين والمهاجرين. اقرأوها، لا تكون الدورة في آخرها بدأتم. ها نعم، الإشكال في الآية أريد يعني اقرأوا، ما في الآية شيء من ال ها اقرأوا أولى ببعض في كتاب من المؤمنين والمهاجرين. أين ذهب الأنصار؟ ها داخلين في المؤمنين. نعم يعني هم اعتبروا من، بل الوصف قال بعض أهل العلم يعني قال المراد بالمؤمنون هنا خصوص الأنصار، خصوص الأنصار، ولعل السر في سماهم مؤمنين، يعني قال هنا ببعض في كتاب الله من المؤمنين يعني من الأنصار والمهاجرين، ها يعني هم أولى يعني أولى هؤلاء أهل الرحم والقرابة أولى في كتاب الله من المؤمنين يعني الأنصار ومن المهاجرين. وقلنا أن السر في ذلك أنهم قيل أنهم أصحاب الإيمان الكمل، لأنهم آمنوا دفعة واحدة سبقوا بإيمانهم كثير من المهاجرين، كثير من المهاجرين. هنا جاء في الآية استثناء إلا أن تفعلوا إلى أوليائكم معروفا كان ذلك في الكتاب مسطورا. والاستثناء هنا إلا أن تفعلوا يعني الآن إذا كانت الآية ناسخة لما بين الأنصاري والمهاجري من التوارث، طيب ما خلاص انقطعت الصلة؟ لا، إلا أن تفعلوا إلى أوليائكم معروفا، يعني المعروف غير الإرث، الإرث انتهى منسخ ورجع الإرث فيما بين الأرحام. نعم في الوصية، أحسنت بارك الله فيك، نعم أصبحت في الوصية، يعني يمكن أن يجعل الانتفاع بالإرث يعني يعطيه مال في الحياة أو يوصي له بشيء. كان ذلك في الكتاب مسطورا، خاتمة، هذه الخاتمة مؤذنة بقوتها، مؤذنة بانتهاء الفرض، إن الله يحكم ما يريد، يعني خلاص، يعني الإنسان كما قلنا إذا قال أوفوا بالعقود وحلت، ولماذا نقول إن الله يحكم ما يريد، كان ذلك في الكتاب مسطورا، كان أمر الله مفعولا، كان قدر الله قدرا، يعني ينبغي للمؤمن أن يؤمن بهذا وأن هذا سطر في الكتاب فلا اعتراض عليه. قلت لكم إن هذه الصورة هي صورة الاتباع وصورة وحدة التلقي، ولذلك أيضا جاءت الآية الشديدة هذه في الصورة عندما قال الله عز وجل وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم، أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم وأخذنا منهم ميثاقا غليظا. يعني هنا مثل ما قلت، مثل ما ذكرنا وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا لا تطع الكافرين، وأيضا سبق أن أخذ هذا الميثاق وهذا العهد على أنه لا مجاملة في دين الله وأن أمر الله نافذ وحكم الله هو الأساس. وقد أخذ عليكم أيها الأنبياء، أخذ الله على النبيين وإذا أخذنا من النبيين ميثاقهم. وإذا أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح، إذن أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح، هنا
كما قلت في الآيات السابقة يا أيها النبي اتق الله ولا تطع، ثم جاء لا زالت الآية متسلسلة في قضية الشدة في أن هذا الأمر من الله وإلى الله سبحانه وتعالى. تأملوا في المنطوق والشدة في الآية، ها ذكر يعني بعد أن ذكر الله عز وجل ثلاثة أحكام وهي الظهار والمتبنى ونسخ الإرث الأرحام، ها ذكر ثلاث من الأحكام التي كانت بعضها في الجاهلية وبعضها في أول الإسلام ونسخ، جاء هذا الأمر بالميثاق. والميثاق يعني هنا ما هو الميثاق؟ الأول كان عدم طاعة الكافرين، وجماع الأمر أن الأنبياء يقولون الحق ويبلغون، يعني كان الآية تشير إلى الأنبياء يبلغون الحق، وخذ عليهم الميثاق لبيان الحق وعدم ملاينة الكافرين ولا المشاطرة، يعني مشاطرة يعني نص أو شيء، لا ودوا لو تدهن فيدهنون، لا ليس هناك إدهان مع أهل الضلال. قال الله عز وجل ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى، قلت لكم قبل قليل في الدرس السابق إن الأنبياء أكثر من ورد في ذكره من الأنبياء موسى حيث ذكر 130 مرة، وبعده بعده لا إبراهيم، إبراهيم عذرا إبراهيم 60 موضعا، ونوح في 40 موضعا، وعيسى في 25، لكن العجيب عيسى أكثر الآيات تقول ابن مريم، وبعض الأحيان بل يقال وابن مريم بدون اسمه حتى، تأكيدا على الرد على النصارى في تأليههم لعيسى، والرد على أيضا اليهود في وصمهم ذاك. طيب من النبيين ميثاقهم على معنى اختصاص الميثاق بهم. إذا أخذنا قال الله عز وجل في منطوق الآية وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم، فجعلها ميثاق لهم على معنى الاختصاص كأن الميثاق مخصوص بهم. ومنك يعني جاب الأنبياء في الجملة ثم قال ومنك وأضافه وجعل الضمير له بهذا التعظيم ثم قدمه على بقية الأنبياء، فهذا أيضا من تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم، يعني ذكره، وهذا يدل على تفضيل للنبي صلى الله عليه وسلم في التقديم. وأخذنا منهم ميثاقا غليظا، كل ميثاق الأصل في الميثاق أنه غليظ، وهنا الأصل في الميثاق بدون وصفه بالغلظ، الأصل في الميثاق الغلظ، ولكن لما يوصف هذا الميثاق وأنه غليظ، ولذلك في قول سبحانه وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذنا منكم ميثاقا غليظا. عقد الزوجية مو بسهل يا أخوان، تجدون بعض الناس يدقق ويحقق في العقود العادية، اشترى سيارة اشترى شقة اشترى فعل شيء، يدقق ويحقق ولا يدقق ويحقق في عقد الزوجية، مع أن في عقد الزوجية أخذ منا ميثاقا غليظا. يعني هنا ثم قال سبحانه وتعالى ليسأل الصادقين، كناية عن المؤاخذة، وثم قال وأعد، تأملوا في الآية وأعد للكافرين، قال الله سبحانه وتعالى وأعد للكافرين عذابا أليما، يعني أعد كأن المسألة جاهز، وبالماضي كأنه معد ومستعد عياذا بالله، حتى لا يتوهم هؤلاء الكافرين أنهم سيسألوا، لأنه يسأل الصادقين ويمكن يسألونهم لا يسألون، معد لهم سلفا العقاب. يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله، بعد أن سارت الآيات كما قلت في وجه ونصف منها جاء التذكير، جاء التذكير بنعمة أنعم الله عز وجل بها على أمة الإسلام وعلى الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة، وهو ذاك اليوم يوم الأحزاب، ذاك اليوم الذي سمعت فيه تلك القبائل قريش وغطفان والتآلبوا أيضا مع النظير ومع اليهود، وأيضا خانة قريظة، كل هؤلاء تآلبوا واجتمعوا في أكثر من 12,000 و13,000 حول المدينة، ولذلك جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم، والنبي حفر الخندق
وبقوا 24 ليلة، وكاد النبي صلى الله عليه وسلم أن يشاطرهم، أو أن النبي عليه الصلاة والسلام كاد من شدة خوفه على أصحابه أن يسالم أولئك الكفار ويفاوضهم، ولكنه لما استشار سعد بن عبادة وسعد بن معاذ لم وسألوه هل هو الرأي أو الأمر، فقال الرأي، فأشاروا بعدم قبول التنازل منهم، وقد حوصرت المدينة ما يقارب من 24 ليلة إلى أن جاءت تلك الريح. ولعل يعني التأمل، إذ جاءوكم عندما قال يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا، إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا، هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. يعني هنا قال الله عز وجل وصف هذه المعركة، هذه منة من الله سبحانه وتعالى، كيف أن الله عز وجل، أنتم الآن يعني في بداية السورة كما قلت لكم يذكرهم طبعا، وهذه السورة قد وقعت، هذه ذكرهم بهذه النعمة التي مضت، فقال لما نزلت هذه الآيات في تحريم زوجة الإبن المتبنى، وفي أن الإبن المتبنى ليس ابنا فقد يشغب من يشغب، فقال ذكرهم الله عز وجل أيضا بهذه المعركة. إذن اذكروا نعمة الله يا أيها الذين آمنوا، وقلت لكم في يا أيها الذين آمنوا هنا جاءت كثيرا، لأن تذكير بالنعمة جاءت من أكثر السور بعد سورة المائدة، هذه أيضا السورة في نداء أهل الإيمان بهذه الصفة. عند عقد المقارنة بين هذه السورة سورة الأحزاب وما شابهها من الصور المدنية، فأقرب سورة تشابهها يعني نجد أن هذه المقاربة، وخاصة بين سورة النور وسورة النساء. وعند عقد مقارنة بين هذه السورة أيضا في أيها الذين آمنوا وما شابهها من الصور المدنية، فأقرب سورة مدنية لها من حيث ترتيب المصحف سورة الحج ثم النور. الحج لم يذكر يا أيها الذين آمنوا إلا مرة واحدة، والنور رغم طولها ذكرت مرتان ومحمد مرتان، والفتح لم يرد فيها يا أيها الذين آمنوا وكذا الرحمن. وقلت بسبب نداء أهل الإيمان وتوجيههم، وهذه السورة كما قلنا أنها سورة مدنية بخلاف السورتين السابقتين سورة لقمان والسجدة. اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود، لماذا يذكرون بالذات؟ لأن في تذكيرهم بهذه الغزوة تجديد للاعتزاز بدينهم والثقة بربهم والتصديق لنبيهم صلى الله عليه وسلم، ومناسبتها للأمر بعدم طاعة الكافرين. يعني الله عز وجل وحده هو الذي نصركم ذاك اليوم، فلا تلتفتوا لطاعة، وليكن عندكم منهج وحدة التلقي كما قلنا في أول السورة. فذكر أهل الإيمان بما سبق من كيد المنافقين. ولاحظوا أن هذا النداء في السورة شبيه بهذه السورة التي أنزل فيها العديد من الأحكام التي لم تكن معهودة، وهي سورة كما قلنا، قلت لكم يا أيها الذين آمنوا افتتحت أي سورة؟ سورة المائدة. وأكثر سورة ورد فيها يا أيها الذين آمنوا سورة تلك السورة، وفيها أحكام غريبة أيضا، فيها أحكام جديدة ولذلك جاء بي أيها الذين آمنوا، وإن كانت هي من أواخر ما نزل، وهذه أيضا جاءت من أواخر ما نزل، فكان هذا التشابه الموضوعي بين هاتين السورتين. وحتى في سورة المائدة جاءت يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ هم قوم يبسطوا إليكم أيديهم فكف أيديهم عنكم واتقوا الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون. وكما قلنا في السورة أن سببها عندما أجل النبي صلى الله عليه وسلم بني النضير ظهر كيدهم وازداد شرهم وحقدهم، فتألبوا وذهبوا إلى قريش واستثاروها، واستثاروا غطفان وهوازل، واجتمعوا بعسكرهم حول المدينة.
وأمر النبي صلى الله عليه وسلم أمر على المدينة ابن أم مكتوم، ودام الحال كما ذكرنا 24 ليلة، وجاءت تلك الريح الشديدة على الجيش فأزالت خيامهم، قدرت وقلعت تلك الخيام وأكفأت القدور وهلك الكراع، فرجعوا وجاء وسلط عليهم، دعا النبي عليهم بريح الصبا والدبور. وكان للملائكة التي جاءت أيضا بإرسال هذه الريح وما كان من أمرها. والمؤمن وإن كان يثق بوعد الله عز وجل، لكنه أيضا هنا يعني عندما زلزل أهل الإيمان خافوا، عندما قال الله عز وجل يعني عندما قال هنالك ابتلي المؤمنون وحصل هذا الزلزال الشديد، لأن المؤمن يثق بنصر الله وبعده، لكنه لا يأمن غضب الله عز وجل من جراء تقصيره، ويخشى أن يكون النصر مرجعاً إلى زمن آخر، فإنه في علم الله وحكمته لا يحيط بذلك محيط. يقول الله عز وجل، وهنا تبدأ آيات النفاق، والخطاب في المنافقين هنا في هذه الآيات أشد، التشديد على النفاق وعلى المنافقين في هذه السورة جاءت بعد ذلك 9 آيات، 9 آيات شددت النكير على النفاق وعلى المنافقين. ولو تأملنا آيات النفاق نجد من أقواها آيات هذه السورة، لأنها من أواخر ما نزل. وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. المنافقين أو المنافقون هنا من لا يوجد عندهم إيمان. طبعا هنا في إشكال، أو أحب هنا بعض المفسرين في قوله سبحانه وتعالى وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا. طب هل المنافقين والذين هل المنافقين هم الذين في قلوبهم مرض؟ قيل وقيل، يعني قال بعض المفسرين أنهم صنفين، صنف ليس عنده إيمان بالكلية، ليس في قلبه إيمان، وصنف مريض القلب. طيب متى قالوا هذا؟ متى قالوه؟ احتمال أنهم قالوه علناً بين المسلمين لإدخال الشك، واحتمال أنهم قالوه بين أصحابهم تهكما، وقالوا ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. وقلنا الغرور كما في الحياة الدنيا ذكرته قبل قليل ظهور الشيء المكروه في صورة المحبوب، فكأنهم يقولون نحن غررنا بذلك. قال الله عز وجل وإذ قالت طائفة منهم يا أهل يثرب لا مقام لكم ولا مقام لكم فارجعوا، ويستأذن فريق منهم النبي يقولون إن بيوتنا، يعني يحتجون بهذه العورة أن هذه البيوت عورة، والمراد بالطائفة المستأذنة هنا هم عبد الله بن أبي وأصحابه. لما رأى هذا الفريق بزعمهم قلة جدوى وجودهم وهم ينوون التخذيل كما فعلوا في أحد. وإذ قالت طائفة منهم، هنا قالوا يا أهل يثرب، ويثرب هذا اسم نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن تسمية المدينة وسماها طابة، وأصل هذه التسمية جاءت من العمالقة، وهذا هو يعتبر الحفيد الخامس لآرم ابن سام، اسمه يثرب وسميت به، وسمها النبي طابة أو طيبة. ولذلك روى البراء ابن عباس أن النبي نهى عن تسميتها يثرب وسمها طابة. أما ما ورد أن من سماها طابة يثرب فليستغفر الله، هذا الحديث ضعيف ضعف شديد. لم يذكر أهل التفسير أن النبي صلى الله عليه وسلم أذن لهم، يعني إذ قالت طائفة منهم يا أهل يثرب، ويستأذن هذا الاستئذان، هل أذن لهم النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا، لم يأذن لهم النبي صلى الله عليه وسلم. وإن كان أهل السير ذكروا أن ثمانين منهم رجعوا. ولاحظوا أنهم يستأذن بالمضارع، وكأن الاستئذان تكرر منهم، يستأذن وتكرر هذا الاستئذان لإشارة إلى أنهم يلحون ويقولون بأن بيوتهم عورة.
قال الله عز وجل: ولو دخلت عليهم من أقطارها ثم سئل الفتنة لآتوها وما تلبثوا إلا يسيرا، وما تلبثوا بها إلا يسيرا. لو دخلت باستقراء حالهم أيها الأحبة، أو حتى باستقراء مادة الدخول في القرآن، نجد أنه يظهر أن معنى الدخول دخول الجيش أو المغيرين. لو دخلوا هؤلاء المدينة أو جاءوا من جميع جوانبها، وهذا أشد أنواع الهجوم، لكان حال أولئك المنافقين أسرعوا في الفتنة، يفعلون ذلك مسرعين، إما لخوفهم من الكفار أو لكراهتهم للإسلام. ثم سئل الفتنة، كأن مقتضى الظاهر أن يعطف بالواو، فعدل عن التنبيه بثم لدلالة على أنهم أشد إسراعا في ذلك. والفتنة هو الكيد والتخذيل للمسلمين، والمعنى لو دخلت عليهم المدينة وهم قاطنون فيها لأسرعوا وما تلبثوا إلا يسيرا. والمراد بالفتنة هنا الردة والرجعة إلى الكفر ومقاتلة المسلمين. لآتوها أي وفعلوها، وقرئ لآتوها، قرئ بالقصد لآتوها وقرئ لآتوها. وما تلبثوا إلا يسيرا، يعني هل يسير اللي تلبثوه هو ريثما يكون السؤال والجواب، يعني أنهم يعني هناك يتثاقلون وهنا يسرعون ويتلبثون إلا قليلا. وقال الله عز وجل عنهم في فضحهم: ولقد كانوا عاهدوا الله من قبل. وهذا العهد الذي عاهدوا الله عز وجل عندما غابوا عن بدر، بعضهم غاب عن بدر فعاهد الله ثم نكث هذا العهد، وقيل أنهم بنوا حارثة عندما عاهدوا في يوم أحد. قال الله عز وجل: قل لن ينفعكم الفرار إن فررتم من الموت أو القتل. حتى لو فررتم وسلمتم، والفرق بين الموت والقتل يعني تموت من نفسك أو تقتل، ها، فحتى لو فررت من قتل أو موت، لو بقيت فالتمتع قليل. وقلنا دائما الآيات تذكر وفي الحديث عن التمتع أنه قليل، فيه تهديد، يعني أن من حضر أجله مات أو قتل. قال ابن كثير رحمه الله: ثم أخبر أن فرارهم ذلك لا يؤخر آجالهم ولا يطيل أعمارهم، بل ربما كان ذلك سببا في تعجيل أخذهم غرة، ولذلك قال: وإذا لا تمتعون إلا قليلا. وعلى كل، كما قال الله عز وجل: قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى. وعلى فرض أنكم فررتم ومتعتم لم يكن ذلك إلا زمانا قليلا، لم يكن ذلك إلا زمانا قليلا. وهنا الحقيقة يعني فائدة عامة في مسألة الترابط بين المتعة والقلة والقلة، يعني الله عز وجل يقول: متاع قليل، قل متاع الدنيا قليل، فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل، ومن كفر فأمتعه قليلا، فليضحكوا قليلا، نمتعهم قليلا، قل تمتع بكفرك. يعني ولذلك يقول الراغب رحمه الله في المفردات: كل موضع ذكر فيه تمتع في الدنيا فعلى طريق التهديد، على طريق التهديد. ولذلك كما يقول السعدي: متاعا لا يساوي فراركم وترككم لأمر الله عز وجل، وذهاب، كما يقول رحمه الله، وذهاب التمتع الأبدي. ثم قال سبحانه وتعالى: قل من ذا الذي يعصبكم من الله إن أراد بكم سوءا أو أراد بكم رحمة ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا. الفرار من الموت في الآية السابقة، وهنا بيان أسباب الفرار أو التي لا تغني عن العبد شيئا، وهذا تهديد في هذا التمتع القليل. هل من عاصم؟ لا عاصم إن أراد بكم سوءا أو أراد بكم رحمة. إذا جاء أمر الله حال المنافق تقصر
وتعجز لأنه ينظر بعقله الفاسد، لا يجدون وليا ينفعهم ولا نصيرا ينتصر لهم ويدفع عنهم. ولذلك قال الله عز وجل: قد يعلم الله المعوقين منكم والقائلين لإخوانهم هلم إلينا. قد يعلم الله المعوقين الذين يتسللون منكم لواذا؟ يعلمهم الله عز وجل. هنا لاحظوا قال الله قد يعلم، دخلت قد على المضارع للتهديد والتهكم بهم أيضا. ولذلك يكفي لمن أدنى له من أدنى عقل من الخوف والسطوة أن يعرف أن هذا وهم. نكتفي بهذا ولعلنا نتابع فيما يستقبل، وبالله التوفيق، صلى الله وسلم على نبينا محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. فعلى المسلم أن يجتنب هذه الكبائر ويتعاهدها، ولن يجتنبها ويتعاهد تجنبها إلا بأن يتعلم. متى ما رابيت فهو محرم، وداخل في هذه الآية. تعلم علم اليقين أن الله تعالى له الكمال المطلق، وبيده الخير كله، وعنده خزائن السماوات والأرض، فحينها ليس لك سبيل إن كنت عبدا صادقا مؤمنا أن تتوجه لغير ربك.